الدكتور الفايد المفيد، العلامة البحاثة العبقري، هذا هو العبقري، ماشي ذاك الأرقع، ذاك الأنوك اللي كيقري مادة الفلسفة وكيبلبل بها العقول ديال شباب المسلمين ويشككهم في أنفسهم بعد أن شككهم في ربهم. ماشي هذا هو العبقري، ماشي هذا هو الباحث. الدكتور الفايد هو الباحث والذي يستحق هذا الاسم بكل جدارة واستحقاق. فهذا هو الدور الذي يقوم به هذا الرجل، وهذا ما يفعله هذا الإنسان العظيم. ولو كان هذا الرجل في بلد يحترم العلماء ويحترم أصحاب الهمم العالية ويحترم كل من يسعى إلى إنقاذ أرواح الناس، والله لوضعوه فوق رؤوسهم ولتوجوه بتاج من ذهب وياقوت ولاحتفوا به أيما احتفاء. وبهذه المناسبة أقول إن الدكتور الفايد المفيد الرجل الرباني العالم الباحث العبقري، هذا الرجل ليس في حاجة إلى أن أدافع عنه أنا ولا غيري. جميل وأسعدني جدا أن أرى كل الأطياف من المجتمع المغربي وحتى خارج بلادنا نجد الناس يناصرون هذا الرجل، لأنهم لمسوا الحق ولمسوا الصواب ولمسوا التوجيهات الرشيدة التي يقدمها لهم. وكثير من الناس استفادوا من توجيهاته الصحية، وكثير من الناس تعافوا من كثير من الأمراض التي عجزت الأدوية الكيميائية عن أن تجد لهم حلا. قلت ليس في حاجة إلى من يدافع عنه، فكفاءاته وثقله العلمي ووزنه البحثي وشهاداته التي حصل عليها والجامعات والمعاهد التي تخرج منها والتي درس فيها والتي حصل على شواهده العليا فيها، كل هذه لها وزنها وثقلها، لأن ضرب ما يقدمه هذا الإنسان ضرب لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وضرب للجامعة الفرنسية التي أعطته الدكتوراه، وضرب للجامعة المغربية التي أعطته الدكتوراه، وضرب للجامعات المغربية التي يدرس فيها. واش عارفين اش تديروا منين كتضربوا واحد الإنسان عنده كفاءات لو وضعت في كفة ووضع هؤلاء المشوشون المشاغبون عليه في كفة لطاشت به، لا يزنون قدره. لو وضع كل هذا الذي ذكرناه في كفة
ووضع هؤلاء المتخفون والذين لا يظهرون إلا من خلال بعض التوقيعات، لو وضعوا في كفة ووضعت كفاءات هذا الرجل في كفة لطاشت بهم. قلت ليس في حاجة إلى من يدافعنا، ولكنني سأستغل هذه القضية استغلالا إيجابيا إن شاء الله في بعض النقاط التي سأثيرها. النقطة الأولى وهي أرجو وأتمنى من عقلائنا ومتابعينا ومن يسمع كلامنا، أرجو أن يفهموا لماذا تفر الكفاءات، لماذا يفر العباقرة، لماذا يفر المخترعون، لماذا يفر المبتكرون، لماذا يفر الشرفاء من بلاد المسلمين. لأن حاقدا بغيضا وهو ذاك الأنوك الرقيع أحمد عصيد لا يفوت فرصة تتاح له يطلق فيها سهامه على هذا الدين وأهله لا واستغلها. من ذلك ادعاؤه أن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين. وقضية الدكتور الفايد حفظه الله فضح وكشف الخطة السرية والكيدية التي تكاد في بلاد المسلمين حتى لا يظهر فيها عالم ولا مبتكر ولا مخترع ولا حتى تبقى هذه الدول في قائمة الاستهلاك لا أقل ولا أكثر. ولذلك تجدون الكفاءات وتجدون العقول المبهرة تفر من بلاد المسلمين وتخدم بلاد غير المسلمين وبهم تتقدم تلك البلاد. الدكتور الفايد واحد من هؤلاء، إلا أن قضيته تعتبر استثنائية لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، بحيث تفتضح النوبيات والعصابات التي تنخر في جهاز البلاد في كل مرافق الدولة وتتربص بكل نابغة وبكل عقل ودماغ كبير يمكنه أن يقفز بالأمة إلى ما وراء خط التخلف. الدكتور الفايد كما كنقولوا ربي سبحانه وتعالى لحكمة يريدها فلت لهم هذا السيد، منين بغاو يحاربوه دابا لقاو مئات الالاف ديال الناس وراه، ما صبروش قبل ان يعلو نجمه، بحال نقولوا تصيدوا فيه. اما كاع اللي هربوا لبرا وكاع اللي مشاو هادوك بقاو تمسكنوا تهربوا وتمكنوا، من بعد ما طرقوا الابواب وطرقوا الابواب وطرقوا الابواب وداروا محاولات ولقاو غير العراقيل وما لقاوش اللي يستجب لهم، ما لقاوش اللي يتعامل معاهم، ما لقاوش اللي يتجاوب معاهم، ما لقاوش اللي يأيدهم، ما لقاوش اللي يدعمهم، ما لقاوش اللي يرحب بهم، وضربوا الطم حتى لقاو الفرصه وهربوا لبرا وخدموا وعطاو لدوك الناس وتقووا هذوك الناس بابنائنا.
وتقووا بالعبقريين ديالنا وتقووا بالادمغه ديالنا. فالدكتور الفيد كما كنقولوا فاتهم الفوت، ما فقوليه تلقوا تجدر في الامه، وربي اللي طمس البصيره ديالهم وصم اذانهم واعمى ابصارهم وشغلهم عنه. ولكن من ناضوا ليه دابا باش يديروا لي نفس الطريقه، وحلوا معاه ماشي معاه هو، وحلوا مع الناس اللي عرفوا هذا الرجل وعرفوا حقيقه ما يدعو اليه، وانه لا يريد ان يتاجر بارواح الناس ولا يريد ان يتاجر بآلام الناس واحزان الناس ولا يريد ان يمتص جيوب الناس. للاسف كان في شي ندوى وكيهضر في شي مسائل من هذا الطب الوقائي والطب، ناض الطبيب وقال لي وحنا اش غادي نديرو. الله اكبر، واش فهمتوا السر دابا؟ اش غادي يديروا الطباء الى هذا الدكتور الفايد، وغدا غادي يذكروا واحد يخرج واحد اخر وجوج ثلاثه اربعه خمسه يعني وينشروا ثقافه الحميه هي الدواء، الحميه هي الدواء. مع احترامي لكثير من الاطباء الذين لا زالوا يعملون ويمتهنون بروح ايمانيه وبروح انسانيه في ميدانهم، لا يهمهم المال بقدر ما يهمهم انقاذ ومسح آلام الناس وإعادة الابتسامة والفرح والسرور إلى وجوههم. احتراماتنا وتقديرنا لهؤلاء الناس الشرفاء الذين هم بدورهم يعانون من مضايقات ويعانون من إكراهات ومن ضغوطات حتى في مهنتهم التي ولجوها بكل شرف وإنسانية. هؤلاء الأطباء احترمهم وفوق رؤوسنا، ولا يمكن أن ينكر قدرهم ولا دورهم في المجتمع. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا بد للناس من رجلين، لا يستغني الناس عن رجلين، أطباء يحمون أبدانهم وعلماء يحمون دينهم. إذن هنا ماشي بعيد غدا نسمعوا شي دولة عرضت ضيافتها للدكتور الفيد وأنها تعطيه جنسية وأنها تدير رئيس فرقة بحث في المختبر الفلاني